ما حكم أخذ الزكاة من شخص عليه ديون وهو قادر على العمل ويعمل لكن راتبه لا يكفي لسداد الديون؟ ما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا حلت الديون عليه وهو لا يستطيع تسديدها وقد طالبه الغرماء بتسديدها، فإنه لا بأس أن يأخذ من الزكاة ما يسدد به ديونه، لأنه محتاج إلى الإعانة، والزكاة إنما شرعها الله سبحانه وتعالى لثمانية أصناف، منهم الغارمون، والغارم ينقسم إلى قسمين: غارم لنفسه وغارم لغيره. وهذا من الغارم لنفسه الذي عليه ديون أحاطت به وليس له عند وليس لا وليس عنده لها سداد وهو مطالب بها، هذا من الغارمين، غارم لنفسه، فيأخذ من الزكاة قدر ما يسدد به ديونه، والحمد لله. الحمد لله. نعم.